يعني من استغراب الراجل ده حاطط نقره من نقر ليه؟ عنده حق، ما هو شايفك رايح جاي رايح جاي ولابس يا اخويا ومتقيف زي ولاد الزواج. يا ما قلت لك بلاش العنطزه الكدابه دي، ليهم حق الناس يسالوا ويتقصوا، عامل لي زي حلاوه الموسم اللي ما اشتري يتفرج. الله، هو عيب ان الواحد يبقى متقيف؟ لازم الواحد يبقى معفن عشان الناس يتبسطوا؟ الراجل ده ما تتكلمش معاه تاني وما تجيش شمته خالص. انا بيني وبينه ايه؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. ولا حتى السلام. قولك ايه بقى؟ وعايزين نقول للناس ان انت عندك 200 ملك في من البصل. انت اتجننت يا ريه؟ 200 ملك في من البصل وساكن في اوضه؟ اهو الكل عارف ان عندنا مطرح تاني في حاره النجد. اني كل اللي غيظني وفارسني الوليه مراته، كل ما تشوفني انا عاوزه تشغلني خدامه. اقعد بنت المؤذيه الخدامه قال لا، وتقعد تشوح لي بدراعاتها كده عايزه تبين لي الغوايش اللي ماليه دراعاتها. شفتيهم يا ريه؟ اهدى فاطمه، واني بنقول ايه النور ده؟ ازيك يا ريه؟ ان شاء الله تسلمي يا اختي. انا عايزاك تعمل لي رف كبير. تحت امرك. هي يا اختي سكينه، اختك زعلانه مني ليه؟ اخصى عليكي يا فاطمه، هو انت يا اختي عارفه اننا بنخدمه في البيوت؟ ده احنا احرار ولاد احرار. ده اني بدي نخدموها، انا كنت حنودوها بيت جماعه خواجات قرشهم حلو. ايوه عليكي، ما لقيتيش غير سكينه نزعلها الباب مناخير. دول ناس مستغنيين. طب ده جوز الست ريه دلوقتي بيمشي من قدامي ما بيعبرنيش حتى بالسلام. يا اخويا ما بياخدش باله. يو معذور، السكان عاملين له مشاكل كتير قوي في البيتين بتوع. هم فين البيتين دول ولا مؤاخذه؟ في مين البصل قطعوا بسكانهم. انا عماله نقول له يا اخويا نبيعوهم نبيعوهم ونعملوا مكانهم دكاكين ونكسبوا منهم، يقول لي انا ماليش في الشغل. ليه حق؟ مش واخد على الشقه زينا. نمشي انا بقى نشوفوا حالنا. قولي لاختك يا ريا ما تزعلش مني. ما يا اختي، انت حد يقدر يزعل منك؟ ده انت يا فاطمه مقامك عندنا عادي قوي، وهيجي يا اختي اليوم اللي نعمله معاكي فيه احلى واجب. الحق صاحبك اللي اداك يدينا يا سي حسب الله فندي. يا عم السلام ده صادق، ارميه واحنا ندوك تمن، ولا ما عدناش قد المقام؟ الله يرحم ايام اللبدة والمداس. يعني هنسلمه على البرنس يا خي؟ اشتكون انت عشان نستعبروك ونسلمه عليه؟ حقالنا نجار ومراته مخدمة. وايش تكون انت بين الناس يا جعير؟ على الاقل انا في ايدي صانع ومراتي عندها مكتب، مش زيك صايع. ده احنا الظاهر هنيجي نقدبوه يا ابو منشار وفاره. الله 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 يا حسب الله، مالك في ايه؟ راجل هلفوت قليل الادب عمال يلقى عليا كلام في الرايحه والجايه. عليا النعمه اللي نقصروا لك لسانك. خلاص خلاص يا سي حسب الله، حقك عليها. وبعدين ده كان بصفه هزار. يا رمضان مالك ومال سي حسب الله؟ انت مش عارف ده يبقى مين؟ لا، على الطلاق بالثلاثة لو محط لسانه جوه حنكه لنكسروه ونكسروا دكانه على دماغه ودماغ اللي خلفوه. هاني هاني يا صايع. اما الحاجة اما ابويا بيتخانق. بيتخانق مع مين يا بنت؟ اللي حصل فيه ايه؟ خلاص يا ام بديع، حصل خير. منبه عليك هاني ولا لا؟ مالكش دعوه بالراجل ده. وانا عبرته، هو اللي لسانه طويل. طب اصطبروا عليه شويه، واني هنقطع له لسانه ده. مالك يا حسب الله؟ كيفك مش على قد دماغك ولا بقيتش تتكيف في المكان اللي انا فيه؟ الله ينعل ابو البعيد ابن كلب. مين البعيد ده يا حسب الله؟ اللي مدبقني في الرايحه والجايه ونازل نقوازه، انا مش طايق نفسي يا جدعان. ما خلاص بقى يا سيدي الرجاله. لا ما خلاص. ماني زعقت لك فيه وبهدلتهولك. مش كفايه يا عرابي؟ عاوزني نعمله ايه تاني؟ عايز اخد حقي منه. ايوه، ولو ما كنتوش معايا يبقى انا من سكه وانتم من سكه. ومن سمعك يا حسب الله، اني كمان نفسي نشفي غليلي من وليه مراته دي. ام رسان عايزه قطعه. قال ايه يا اخويا؟ عايزه تشغلني خدامه بعد ما بقيت معلمه، ولو مين باللازي بيعمل لي حساب. كلكم
وكلامه الثقيل في السياسه ده كوم تاني بيغيظني بيضايقني. انا بنقول له روحوا نبلغوا الحكومه وياخدوها احسن. حكومه؟ حكومه مين يا ابو حكوم؟ حكومه مين اللي عايز تروح تربي نفسك في حضنها؟ احنا الحكوم. بتعمل ايه الحكوم؟ بتحكم؟ احنا بنحكم. عندها حمايه؟ احنا كمان عندنا حمايه. بتعدم؟ احنا بنعدم. وخلاص الحكومه حكمت. بس احنا ما بنموتوش رجاله يا ريا. لو مراته ماشي. هنعمله ايه يا ريا؟ كل خير. كويس اني شفتك يا اختي. خير يا حبيبتي؟ عايزين يا اختي نقعد ونعملوا قعده صلح. ويمين سكينة يا اختي زعلانه منك خالص، وكمان سي حسب الله جوزي زعلان قوي من لسه رمضان. يقطعني يا اختي. وعلى العموم ما تزعليش مني يا ريا. اني عليا اني ما بنزعلش، بس أنا عايزاكي تيجي معايا لسكينة تقولي لها كلمتين حلوين، برضك احنا اهل وجيران، ولو شفتي سي حسب الله بالمره تراضيه بكلمتين برضك. من عينيا الاثنين. تحب نروح لها امتى؟ تعالي يا اختي خش خش اتفضلي. ايدي ضلمه قوي يا اختي عشان انتي بس اللي جايه من النور، نور الكفايه. خش يا اختي خش. العوافي يا سكينة. الله يعافيك. بنقول لك يا سكينة فاطمة جايه تراضيكي وتحب على راسك. يا وليا انا كنت بنهزروا معاك. خلاص فوتوا بعض فارغه بقى. يلا بوسوا بعض بوسوا بعض. لا ابوس راسها الاول. خلاص صافي يا لبن. خلاص حليب يا قشطه. ايوه ايوه. يا ساتر يا خش ساتر. ما انتوش غلط. الست فاطمة هتجيب لك جوز هيقولك حقك عليا يا سي حساب الله. انت عارفة ام بديعة ان قلب ابيض زي البافتة البيضة، ولا ايه يا معلم عبلية زي؟ مظبوط. ده انتوا جيران وملكوش غير بعض. وبعدين الشهادة لله لسه رمضان طول عمره راجل طيب ويعرف الاصول، وانت كمان يا سي حساب الله طول عمرك قلبك كبير. دي عين وصابت صدقوني. اللي حصل بناتكو ده وزت شيطان والعياذ بالله، ولا ايه؟ انت عارف يا عبد الرازق انا من يوم ما سكنت هنا ما بنحبش حد قد لص رمضان. ده انا كل ما نعوز نجيب حاجه ولا نعمل حاجه نقول ده هو لص رمضان. وانا كمان ما رضيتش نعمل الطبليه اللي عنده. وهو لص رمضان كان غلط في حد فيكو؟ ما هو سي حسب الله كل ما يشوفه يعايره بشغله وشغلتي. وهو شغل المخدمة وحش في ايه بقى؟ يا خرب يا اختي شوفي اشرف، ده انت اشرف مش شرف. طبعا. وبعدين ما دام جيت لحد عندي يبقى حقك عليا واللي تأمري بيه يحصل. عارفة لو امرتي ان انا اذبح بديع بنتي هنذبحها. انت بقى لازم تتغدي معانا النهارده. لا يا اخويا كتر خيرك، كده نتأخروا على الدكان. عليا الطلاق بالتلاتة اللي انت بتغدية معانا النهارده. انت ما بتشربيش يا صفات، ما تصب لها عبرازق. لا يا اخويا كفاية أنا لسه ورايا شغل. كفاية ده إيه؟ شرابي شرابي عشان توزني دماغك. بآخر زيق. آخر زيق؟ عايزين إزازة تانية بعد إذنك يا سكين. حاضر يا أخويا من عينيا. بس أوام يا سكين الله يسترك قبل ما نخلصوا أكل. ما تاكلي يا صفات، ما أنتِ مكسوفة ولا إيه؟ بصراحة مش قادرة بقى. أنا هنقوم لحسن اتأخرت. عادي. امال الازازه اللي بعتين نجيبوها دي بنجيبوها لمين؟ عوافي يا استاذ رمضان. يعافيك يا مرسال خير. الست فاطمه لحد دلوقتي ما جاتش الدكان، رحت لها البيت ما لقيتهاش، قلت نيجي نسالها. ازاي الكلام ده؟ دي ماشيه من هنا على انها راح المكتب. داني والزباين ملطوعين قدام الدكان يجي اكتر من ساعه. انت هتوغوشيني ليه يا ام سعد؟ هتروح فين يعني يا استاذ رمضان؟ ما جايز راحت تودي حد لزبون. بس دي عمرها ما عملتها. معلش يا ام سعد روحي استنيها شويه، يمكن حقيقي راحت مشوار ورجعت. حاضر. والله ما انا فاكر كانت لابسه ايه، بس هتكون لابسه ايه؟ فستان غامق وملاي. انا اللي مغويش مين؟ الذهب اللي كانت لابساها كتير. الا كتير يا حضر الصور، دي كانت لا مؤاخذه ما تقدرش تقيم دراعتها من كانت معادية حد ولا حد معاديها؟ كتير والطمعانين فيها أكتر. أساميهم؟ أنا خايف نظلمه حد.
إن بعض الظن يسر. أمال يعني هنجيبهم إزاي هنا ونسمعوا كلامهم؟ لازم تقولي على أساميهم. كان معاها فلوس قد إيه؟ 54 جنيه ساعة البيع. بس لما أخذ الفلوس بتاعتي أنا يوم هديتها لها عشان تشيلها معاها، والمسار اللي متسايغة بيه أنا اللي شاريه لها. عندك أقوال تانية تحب تضيفها؟ هنقوله إيه غير اللي قلناها ساعة البيع؟ معاك حق. أنت كل اللي يهمك إنك تثبت إن الفلوس دي بتاعتك والمساغ أنت اللي شاريه، ولا أنت عاوز تتهمها إنها سرقت الحاجات دي وهربت؟ معاذ الله يا سعادة البيه، أنا ما نقصدوش الحاجات دي، أنا بنقول الحقيقة. أنت كنت بتشك في سلوك مراتك؟ أشك في سلوكها؟ ده أنا ما كتبتش عليها يا سعادة البيه غير لما سألت واتقصت واتأكدت إنها أشرف من الشرف. أيوه يا سعادة البيه، دي ست تتقل بالذهب. يا سعادة البيه أنا بقالي تلات أيام ما بناموش يا بيه. شد حيلك يا سلام الله، شد على الرأس يا قلبي عندك. يعني لمؤاخذة لو يلزم أي حاجة أعملها أروح أي حتة أعمل أي حاجة يعني؟ ربنا ما يحرمناش منك يا سعادة الله. والله الست مواضيع متأثرة أوي يا سلام الله. قبل المصيبة دي بتحصل كانوا مستشيرين يعني إنهم يروحوا عند سكينة عشان يستغفروا. ما تعرفش مؤاخذة يا راحت فين؟ نايمة عند الله يا حسب الله. طب ما يلزمش فلوس أي حاجة، احنا اخوات تصرف ضرب وما تكذبش. عفرم عليك يا حسب الله، ما يجيبها إلا رجالة. أنا عايزك كمان تعملي زيي، أول ما تقابليه قولي كلمتين حلوين، ولا أقول لك أنت زوديها عياطي شوية. أنت بتقول فيها ده أنا هنفرفر من العياط ونقعوا يسندوني نقعوا يسندوني. بس دي كانت ضربة معلم مننا كلنا، محدش هيفكر أبدا إن لينا يد في اللي حصل. التحريات اللي عملناها بتقول إن فيه ناس شافوا مراتك قبل ما تختفي بشوية كده ماشية مع واحدة لابسة ملاية لف وحط على وشها برقع. محدش عارف هي مين. بيقولوا يعني إنها لا طويلة ولا قصيرة ومليانة حبتين. تعرفش واحدة بالأوصاف ده هي؟ أنا مراتي زي ما أنت عارف بتشتغل مخدماتية، يعني بتمشي مع ستات كتير من كل صنف ولون عشان توصلهم للبيوت اللي هيخدموا فيها. هي من دي اللي هربت يا مارا؟ ده الست فاطمة دي أشرف من الشرف. اخصى عليكم ناس دول، نسوهم بس قاعدين تجيبوا في سيرة الخلائية ناس يهم. يا أختي أنت طالعة زي الباردة كده ليه؟ واحنا بنجيب الكلام ده من دماغنا؟ ما الناس كلها عارفينه. كد وسنجي عماد كد. يوريني فيكم يوم يا ظالمة. في ايه يا ام بديع؟ تعالى يا اخويا اسمع وشوف. قال ايه؟ الست فاطمه هربت مع راجل نهار اسود. نهار اسود؟ حرام عليكم، هو انتوا ايه ما بترعوش ربنا؟ ست كمل زي دي والله العظيم ربنا باذن الله هيغسل بيكم الارض. كتر خيرك يا ست ام بديع. انا مش هنسى جميلك ده ابدا. جميلي بس يا اخويا، ده الناس لبعضيها. مش كل الناس يا ست مبديع، اديكي شايفه عمالين ينهشوا فينا ازاي. يا اخويا هواني سكتت لهم؟ داني خرست لك لساني. ربنا يديم المعروف. حقيقي الناس ولاد الاصول ما بيبانوش غير في وقت الشده، وانتوا الحقيقه نعمه الناس. يا اخويا ما فيش اخبار عنها لسه. انا ما بقتش عارف اروح فين واجي منين. ايدك معانا ست المبديع ودوري من ناحيتك. يا لهوي، ده احنا اهل من عندي قبل العندي يا اخويا.